هذه الصور ومثلها كثير على الصعيد الوطني التقطت من داخل عدد من أحياء العاصمة الرباط والدار البيضاء، وتظهر ارتكاب عدد كبير من الأشخاص البالغين والقاصرين سلوكات رعناء وغير مسؤولة وغير مواطنة في وقت يتنامى فيه خطر وباء كوفيد-19. الفيديوهات الملتقطة بهواتف النقالة توضح أن هذه التصرفات الإجرامية المدانة أخلاقيا والمجرمة قانونا تضرب في الصميم جهود الدولة والتعبئة الجماعية المتواصلة من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا، وتخرق قانون حالة الطوارئ الصحية بشكل صريح ومتعمد. وفي سياق تطبيق إجراءات منع التجمعات بالشارع العام المرتبطة بطقوس الاحتفال بمناسبة عاشوراء، أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العملية الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن على المستوى الوطني أسفرت خلال ليلة السبت الأحد عن توقيف 157 شخصا بينهم قاصرون، وذلك للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب والرشق بالحجارة ومقاومة عناصر القوة العمومية وإضرام النار في العجلات المطاطية بالشارع العام. البلاغ ذاته ذكر أن العملية الأمنية الميدانية نتج عنها أيضا إصابة 17 موظفا للشرطة و11 عنصرا من القوات العمومية بجروح وإصابات جسدية مختلفة جراء تعرضهم للرشق بالحجارة والمفرقعات النارية، إضافة إلى تسجيل خسائر مادية وتكسير الواقيات الزجاجية لثمان سيارات تابعة لمصالح الأمن الوطني وسيارتين تابعتين للسلطات المحلية، فضلا عن إحصاء خسائر مادية بمجموعة من السيارات والممتلكات الخاصة. في السياق نفسه يضيف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني مكنت عملية مصالح الأمن من حجز العشرات من الإطارات المطاطية وحوالي 1000 وحدة من الشهب والمفرقعات النارية كانت معدة للاستعمال خلال الاحتفالات بمناسبة عاشوراء. المشتبه فيهم الراشدون احتفظ بهم تحت الحراسة النظرية، فيما أخضع القاصرون للمراقبة الشرطية رهن إشارة الأبحاث التي تجريها فرق الشرطة القضائية بإشراف من النيابات العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.